أخباركم إيه؟ يا رب دايماً تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. يوم جديد وبث جديد، وإن شاء الله بإذن الله أخبار جديدة، وكمان داخلين على سنة جديدة. كل سنة وإنتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله السنة القادمة تكون أفضل، واللي كان نفسه يحقق حاجة ما حققهاش السنة دي إن شاء الله بإذن الله يحققها السنة اللي جاية. ده أمنياتي لحضراتكم على المستوى الشخصي. على المستوى العام، والحاجة اللي إحنا كلنا مشتركين فيها وهي حب نادي الزمالك وعشق وتشجيع نادي الزمالك، فأكيد بنتمنى نادي الزمالك السنة الجديدة ربنا يكرمنا وإنها تكون سنة سعيدة على كل جماهير نادي الزمالك وعلى الزملكاوية. واللي حصل السنة اللي فاتت، أو لسه احنا في السنة دي يعتبر، اللي حصل السنة دي إن شاء الله ما يتكررش، والسنة اللي جاية نحتفل بالدوري، بدوري أبطال أفريقيا، بالسوبر الأفريقي، بالبطولات اللي احنا بنتمناها جميعا، ويكون نادينا عنده مجلس إدارة مستقر، مجلس إدارة محترم، مجلس إدارة بيقدر يوفر لبن العصفور لفرقته، مجلس إدارة قوي، مجلس إدارة حازم، مجلس إدارة بيعرف يجيب حقوق نادي الزمالك زي مستشار مرتضى منصور وقائمته بالكامل. بسلم عليكم جمهور نادي الزمالك، النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية في القرن العشرين. يمكن النهاردة اللايف التاني في اليوم، عملنا لايف الصبح اتكلمنا فيه على بعض الامور، ولكن اللايف ده فيه اخبار اهم، اللايف ده فيه كواليس مهمة، اللايف ده فيه كلام يعني ما اعرفش انت سمعته في حتة تانية ولا لا، بس اعتقد انت ما سمعتوش في مكان تاني. هتكلم على السنة الجديدة، وهتكلم على اللي حصل لنا السنة دي. السنة دي جمهور نادي الزمالك شاف أصعب سنة مرت علينا. يمكن الناس القدام شوية شافوا بلاوي وكوارث وبراقين في نادي الزمالك، ولكن الشباب الصغير اللي لسه بيشجع الزمالك جديد ما اعتقدش ان هو مر بالظروف دي او شاف الظروف دي. فالظروف دي احنا الكبار متعودين عليها، متعودين على الظلم، متعودين على حل مجالس إدارة الزمالك اتنين وخميس، متعودين ان احنا دايما نكون في افضل حالاتنا، معانا مجلس إدارة قوي، بنجيب فلوس، بنجيب لعيبة، بنجيب صفقات، بمد ايدي في قلب مختار التتش استاد الاهلي، وبجيب افضل لاعب في الكرة المصرية وادي له 40 مليون جنيه توتو على كبوته. الظاهر ان ده ما عجبش البعض، والظاهر ان شافه مرتضى منصور خطر على البعض. انا بتكلم على حصاد السنه دي، انا بتكلم على اللي شفناه السنه دي عشان نختم السنه دي ونبدا في سنه جديده. شافوا ان مرتضى منصور خطر، عزلوا مجلس مرتضى منصور السنه، طلع القرار قبل أهم مباراة، يعني من أهم مباراتين ثلاثة في تاريخ مباريات الأهلي والزمالك، طلع قرار العزل. اتحرم مرتضى منصور من دخول مباراة الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 في النهائي. اللعيبة عرفت الخبر، أثروا على معنوياتهم، تم التواطؤ في موضوع كورونا وإبعاد الونش وعبد الله جمعة وأوباما، وتم التواطؤ بقولها 3 مرات في تغيير حكم المباراة، ففاز النادي الأهلي عشان الناس تنام مبسوطة. جم لجان، شفنا الويل معاهم، شفنا النجوم في عز الظهر معاهم،
شفنا كل انواع الفشل الاداري اللي ممكن تتخيله معاهم، شفنا لعيبه بترحل بالمجان يعتبر، شفنا لعيبه بترحل بشروط غريبه، مصطفى محمد رحل وفي بند بيع خلاص، كل سنه وانتم طيبين، مصطفى محمد طار، فرجاني ساسي تم اداره الملف بتاع فرجاني ساسي بمنتهى الفشل، طار فرجاني ساسي مجانا، مشي لا بعته ولا استفدت بيه. صفقات سبتها محمد صبحي وياسين مرعي واحمد محمود لنادي فاركو بنية البيع، عقود شيكابالا بتتزور، حسين فيصل يرحل مجانا، شفنا الويل، شفنا الويل وسواد الليل. استنينا المخالفات، استنينا نشوف مرتضى منصور سرق ايه، استنينا نشوف مرتضى منصور اختلس ايه، استنينا نشوف مرتضى منصور اذنب في ايه، ونتفاجأ بالقضاء المحترم بتاعنا بيقول ان مرتضى منصور يرجع لمكانه عشان لم يثبت عليه اي مخالفات. رجع مرتضى منصور لقاها ارض محروقة، رجع مرتضى منصور لقاها متدمرة، لعيبة شروط جزائية، زيزو والونش سكينة سبع سلابيب، وإدارته الفاشلة بامتياز سكينة محطوطة على رقبة نادي الزمالك، وهنتكلم النهاردة على السكينة دي. سابوا النادي مديون، سابوا النادي موقوف فترتين قيد، مش قادرين ننافس مع الأهلي، مش قادرين نجاري الأهلي، مش عارفين نجيب صفقات، وقفوا القيد، مشوا لعيبة مجانا. فمرتضى منصور راجع على أرض خرابة، ولكن ربك سبحانه وتعالى فوق الجميع، كل اللي حصل ده ومؤامرات الأهلي ومؤامرات هنا وهنا وهنا وحكام ولجنة مسابقات ودوري يحط لك فيه ماتش الإسماعيلي في النص بالكاس عشان تلعب أربع مباريات في 72 ساعة، ماتش الإسماعيلي في كاس مصر يتحط لك في وسط 3 4 مباريات دوري، وتسافر السويس واسكندرية واسماعيلية والجونة عشان يحط لك مباراة الإسماعيلي ويزنقك بتاعت الكاس، وبعد مباراة الإسماعيلي دي اتحطت في الكاس جم بعد كده لقوا الأهلي هيلاعب بيراميدز فراحوا لاغيين الكاس عشان الأهلي ما يلعبش مع بيراميدز، ويبقوا ضغطوا الزمالك ماتش الإسماعيلي على الفاضي. ورغم كل ده ورغم كل اللي حصل، ربنا ينزل من السماء المعجزة بتاعته، ربنا ينزل رحمته على جمهور نادي الزمالك اللي قاسى وعانى واتظلم، اتظلم اتظلم وما بيتعاملش زي التانيين وبيتفضل على التانيين، يقوم ربنا مطبطب عليك ويديك دوري ولا احلى ولا اطعم من كده، تاخده من بق الاسد، من بق الخطيب، من بق سيد عبد الحفيظ اللي طلع اعترف انه بيتواصل مع الحكام ومحدش رد عليه، ولا حد يجرؤ في منظومة الكرة المصرية انه هو يرد على سيد عبد الحفيظ، لان سيد عبد الحفيظ فوق الجميع. فالزمالك ياخد الدوري من بق الخطيب ومن بق سيد عبد الحفيظ ومن بق احمد مجاهد اللي افشل الكرة المصرية واللي ضيع علينا فرحة الدوري واللي وقف كابتن الفريق 6 شهور مش 8 مباريات، يوم ربنا مطبطب علينا
وياخدوا حسرة ما بعدها حسرة، ياخدوا حسرة ما بعدها حسرة، وناخد الدوري في القدم، وناخد الدوري في اليد، وناخد الدوري في السلة، وناخد كاس مصر في الكرة الطايرة، وناخد بطولة أفريقيا في كرة اليد، وناخد السوبر الأفريقي هدف يحيى الدرع والقضية ممكن في الثانية الأخيرة، سوبر أفريقيا من الأهلي، ونلعب كاس العالم للأندية. ده كله مش بحسين لبيب، حسين لبيب ومجموعته دمروا نادي الزمالك، حسين لبيب ومجموعته قطموا وسط نادي الزمالك، إنما ده كله كان ربنا سبحانه وتعالى. سنة كان فيها كل حاجة، سنة كان فيها حسام البدري ريح لعيبة الأهلي وما عملش مباريات ودية للمنتخب عشان يريح لعيبة الأهلي، عشان مباراة نهائي أفريقيا وقبل نهائي أفريقيا ريح لعيبة الأهلي، وده أثر بالسلب على تصنيف منتخب مصر. حسام البدري دمروا منتخب مصر، وهنلعب المستوى الأول بدل ما كنا زماننا احنا مستوى أول وباللعب الأضعف، لا احنا الأضعف وهنلعب الأقوى. وبيختمها عامر حسين وأحمد مجاهد في نفس السنة، بيختموها انهم وقفوا الدوري يوم 27، وهنقعد حوالي 10 أيام بدون اي مباراة رسمية سواء في الدوري او حتى مباراة ودية للعيبة مصر اللي هتلعب في كاس الامم يوم 11. لغوا الدوري، مفيش مباريات رسمية، مفيش مباريات ودية لمنتخب مصر، وده كله ليه؟ عشان خاطر برضو الاهلي هيقابل بيراميدز، والاهلي لسه واخد السوبر الافريقي وتعادل مع فيوتشر في تعادل غير متوقع، فما ينفعش يتعادل تاني او يتغلب تاني عشان ده الاهلي، عشان ده الاهلي. دي كانت مقدمة صغيرة من اللي جوايا على السنة اللي فاتت واللي حصل فيها والأذى النفسي اللي اتعرض له جزء كبير وشريحة كبيرة من الشعب المصري وهو جمهور نادي الزمالك. ده كان ملخص بسيط كنت لازم أقوله في نهاية السنة اللي هي بتخلص كمان ساعتين وهنبدأ سنة جديدة. أتمنى في السنة الجديدة دي عاوز منها 3 حاجات بالنسبة لفرقة الكورة لنادي الزمالك، عاوز منها 3 حاجات السنة الجديدة. أول حاجة عاوز مرتضى منصور وقائمته ينجحوا في انتخابات نادي الزمالك باكتساح عشان يكون رد اعتبار قدام مصر كلها وقدام الوطن العربي وأفريقيا. أتمنى نجاح مرتضى منصور وقائمته بالكامل في الانتخابات. الحاجة التانية أتمنى ربنا يكرمنا وناخد دوري أبطال أفريقيا واللعيبة تعرف إن الجمهور مش هيسمي عليهم في دوري أبطال أفريقيا اللي اتذلينا السنة اللي فاتت من المولودية والترجي، وبقينا قاعدين بنسمع الراديو كباتن الفرقة شيكابالا وحازم إمام بيسمعوا الراديو مستنيين جون مستنيين نقطة، وقمة الإذلال لأكبر نادي في القارة الأفريقية. فأتمنى دوري أبطال أفريقيا اللي أنا وإنتم مش هنتنازل عنه. وفي النهاية الأمنية الثالثة ليا لنادي الزمالك ناخد الدوري وربنا يكرمنا بالدوري زي ما خدنا الدوري واحنا حامل اللقب لأول دوري بالفار، أول دوري بالفار. دي كانت المقدمة اللي أنا ما كنتش مجهز ليها، أقسم بالله أقسم بالله
ما كنتش مجهز الكلام ده كله، ولكن دي مقدمة كنت لازم أبدأ بيها. آخر لايف السنة دي إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله تعالى على المستوى الشخصي، بتمنى ليكم كلكم اللي نفسه يحقق حاجة ربنا يكرمه ويحققها له على المستوى الشخصي. قولوا أمين إن شاء الله، أمين. ما تنساش اللايك عشان الدعوة تستجاب. يلا بينا نبدأ أخبارنا ونشوف النهاردة عندنا إيه. نشوف النهاردة عندنا إيه. طيب في البداية عاوز أقولك إني خلاص من بكرة هيتم فتح باب القيد من 1 يناير ل 31 يناير. هنشوف بقى باب الانتقالات الشتوية ومين اللي هيروح فين ومين اللي هيروح وي 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 والكلام ده كله. الحاجة التانية شوبير، طبعا عارفين كابتن شوبير صاحب الموهبة، بيقول على صفحته الشخصية، بيقولك في اعتذارات وغيابات بالجملة في صفوف منتخب نيجيريا وفرصة مصر كبيرة في صدارة المجموعة. اعتقد يا كابتن شوبير انا بشك في الكلام ده، بشك في الكلام ده ان فرصة مصر ومش عارف ايه والكلام ده كله. زعلان على نادي الاسماعيلي وزعلان على الوضع اللي وصل ليه نادي الاسماعيلي. الاستاذ يحيى الكومي زعلان جدا من النادي الاهلي ان هو حاول ان هو يطلب لعيبة منهم ويساعدوه ويدوله لعيبة على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، ولكن كان رد الاهلي والخطيب يعني تجاهلوا دعوة يحيى الكومي وما ردوش عليه، والراجل زعلان جدا وبيقول انا مش متوقع اللي بيحصل ده. يا استاذ يحيى، يا استاذ يحيى، كان يا مكان كان في نادي اسمه الاسماعيلي، كان في نادي ما تعرفش تاخد منه نقطة على ملعبه، كان في نادي عنده جمهور من اقوى وافضل واعظم الجماهير في الكرة المصرية، جمهور الدراويش والسمسمية. انما يا استاذ يحيى جه نادي خد اللعيبة بتاعته واداهم فلوس عشان عنده نفوذ وعنده رعاه وعنده وكالات وعنده نفوذ وعنده قوة شرائية، وخد كل اللعيبة بتاعت الاسماعيلي واضعفه وقضى عليه تماما، فما تنتظرش من اللي قضى عليك انه يساعدك. انسى يا استاذ يحيى الكومي، انسى يا استاذ يحيى الكومي، مفيش نادي هتعرف تتعاون معاه في مصر زي نادي الزمالك. مش عشان انا زملكاوي، عشان نادي الزمالك فعلا فعلا هو نادي الوطنية والكرامة، هو النادي اللي فتح، هو النادي اللي فتح أبوابه أثناء الحروب وأثناء الأزمات لنادي الإسماعيلي يتدرب في نادي الزمالك. فما تنتظرش حاجة يا أستاذ يحيى من النادي الأهلي. فاللي خطفوا لعبتك زمان واللي خدوا لعبتك زمان ما تنتظرش منهم انهم يدعموك، زي ما قضوا على الاسماعيلي مشوا المستشار تركي الشيخ خارج مصر، زهقوا الراجل، طهقوا الراجل، دعمهم واداهم فلوس واداهم ساعات واداهم دعم ولعيبة، ومدرج كامل شتم الراجل المحترم بالسيدة الفاضلة والدته. الراجل قالك انا مش هينوبني غير كلام الفاضي ده، هسيب الكرة في مصر وهمشي، وطفش المستشار تركي الشيخ من الكرة المصرية. انما لا جمهور الزمالك هيطفش ولا حد هيقدر يطفش جمهور الزمالك. جمهور الزمالك لو الزمالك نزل درجة تانية جمهور الزمالك مش هيسيب فرقته، وهنفضل واقفين زي الشوكة في زوركم، زي الشوكة في زوركم.
فالاستاذ يحيى القومي كان ليه تصريحات ان هو زعلان جدا وصعبان عليه تجاهل النادي الاهلي للمطالبة اللي هو كان بيطلبها منه. عندنا ايه تاني؟ عندنا ان الكابتن عبد الحميد بسيوني الراجل المحترم الزملكاوي الاصيل اصبح مديرا فنيا اليوم لنادي غزل المحله. غزل المحله المركز العاشر معاهم مدرب كويس كابتن عبد الحميد بسيوني، عندهم لعيبه كويسه بعد رحيل محمد عوده اللي كان ماسك غزل المحله وراح درب المقاولين العرب، وكان في مشاكل ما بين اداره غزل المحله والكابتن محمد عوده بسبب رحيله اللي هو مشي فجاه عشان يروح ناديه وبيته المقاولين العرب. فالكابتن عبد الحميد بسيوني وهو المدير الفني الحالي لنادي غزل المحله. بمناسبه غزل المحله سيد عبد الحفيظ اتكلم مع مدافع غزل المحله محمد فتح الله، اتكلم معاه وقال له عاوزين نجيبك في انتقالات الشتاء. رد عليه محمد فتح الله قال له غزل المحله هيغالي في طلباته وممكن نصبر لاخر الموسم، ممكن نحاول نتكلم مع غزل المحله. فالاهلي عنده ازمه هقول لكم عليها، وهقول لكم الاهلي ايه المشكله اللي هو عاوز يعالجها في يناير، ولكن المشكله عماله بتتعقد بسبب كارلوس كيروش. مشكله مدافع الاهلي بتتعقد بسبب كارلوس كيروش. فده بالنسبه لسعد عبد الحفيظ اللي تواصل مع محمد فتح الله كماتشو، ومحمد فتح الله ما عندوش مانع انه يلعب في الاهلي ولكن بعد طبعا موافقه غزل المحله. طيب خلونا مع الاهلي وخلونا مع الاخبار بتاعه الاهلي، وعاوز اقول لك ان الاهلي برضو حاول مع احمد ياسين ولكن البنك الاهلي رفض يسيب احمد ياسين في الانتقالات الشتويه، واحمد ياسين خاف يروح الاهلي، محمد فتح الله خاف يروح الاهلي، محمد عبد المنعم الاهلي كان عاوز يرجعه من الاعاره لان محمد عبد المنعم لاعب فيوتشر وهو ملك النادي الاهلي ورايح اعاره لفيوتشر. فالاهلي اتكلم مع احمد شوبير نائب رئيس النادي وقال له حاول تعمل مجهود انك ترجع محمد عبد المنعم. شوبير حاول مع اللاعب ولكن برضه محمد عبد المنعم رفض انه يرجع النادي الاهلي. طب ليه اللعيبه رافضه ترجع النادي الاهلي دلوقتي؟ محمد عبد المنعم لاعب فيوتشر ومحمد فتح الله واحمد ياسين كلهم خافوا يجوا الاهلي بسبب كارلوس كيروش. ليه؟ لان كارلوس كيروش بدا ياخد لعيبه مش معروفه، بدا ياخد لعيبه مغموره ولكن بيلعبوا اساسيه في فرقهم. فمحمد عبد المنعم لاعب فيوتشر لو رجع من الاعاره راح الاهلي هيقعد احتياطي البدر بنون وايمن اشرف وياسر ابراهيم، هيقعد احتياطي ومش هينضم للمنتخب محمد عبد المنعم اللي هو اوريدي دلوقتي في منتخب مصر. محمد فتح الله نفس الكلام، خاف ان هو يروح دلوقتي ويقعد احتياطي وبدات العين تبقى عليه، وكارلوس كيروش بدا يعرفه فقال لك برضو اخاف. وكذلك الحال لاحمد ياسين مدافع البنك الاهلي نفس القصه، خاف انه يروح يقعد على دكة البدلاء ويا فرحتي رحت الاهلي ولكن ما انضمتش لمنتخب مصر، فانا بدأت واتعرفت في نادي البنك الاهلي عشان بلعب باستمرار، فكل الخوف هو من دكة الاهلي. هذا هو خوف اللعيبة انهم يرجعوا للنادي الاهلي. طبعا اخر معاد لارسال الاهلي القايمة بتاعته بتاعت كأس العالم للأندية هتكون يوم 3 فبراير، وأول مباراة للأهلي يوم 5 فبراير أمام مونتيري المكسيكي اللي أنا أكيد بتمنى له كل التوفيق، ربنا يكرمه ونشوف نتيجة حلوة زي
بتاعت المرة اللي فاتت، فده بالنسبة للنادي الأهلي. طيب تعالوا نشوف الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية. أستأذنكم نعلى بريتم اللايك شوية عشان الموضوع اللي أنا هقوله ده يعني ده فساد علني اللي الأستاذ أحمد دياب اتكلم فيه، ده فساد علني. الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بيقول لك إيه؟ بيقول لك تم تأجيل الدوري وتوقف يوم 27 ديسمبر، وهو كان ضد رغبة كيروش المدير الفني لمنتخب مصر. الأستاذ أحمد دياب بيعترف الكلام ده على موقع كورة بلس. استأذنك اعمل لايك زي الأستاذ عبد الرحمن، لا زي الأستاذ أبو محمد، اعمل لايك واكتب اللايك بتاعك رقم كام. فالأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بيقول لك إن الدوري اتأجل ووقف يوم 27، وهو ضد رغبة كارلوس كيروش، الراجل منفعل جدا ومتضايق جدا. الكلام على موقع كورة بلس، ادخل شوف على الموقع الكلام ده حصل ولا لا. الكلام ده لسه لازم النهارده حضرتك، انا قايل لك من امبارح الكلام ده، انا قايل لك من امبارح الكلام ده. اعتقد انا كده براءة منك، اديتك المعلومة بدري شوية. في حد مسؤول في الكورة يشوف المهزلة دي؟ في حد مسؤول في الكورة يشوف ليه ماتش الأهلي وبيراميدز ما تلعبش، ومباريات الجولات اللي هي التامنة والتاسعة والكلام ده كله ليه ما تلعبتش؟ حد يقدر يطلع يقول لنا من يوم 27 الدوري متوقف ليه؟ منتخب مصر اللعيبة بتاعته اللي هي العمود الفقري بتاع أهلي والزمالك وبيراميدز ليه ما لعبوش في الدوري؟ ولعبوا جولات، جولة أو جولتين في الدوري، الأهلي يلعب بيراميدز ويلعب بعديه ماتش كمان. ليه؟ ليه ده حصل؟ قولوا لي ليه ده حصل؟ طلع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أكد الكلام بتاعي، وقال إن كارلوس كيروش مستعجب وما طلبش إن الدوري يقف، ولكن يا كارلوس يا كيروش لو الناس عملت لايك وشير والفيديو ده وصل للمترجم بتاعك، انا بقول لحضرتك يا مستر كارلوس كيروش، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، تلات ايمان على الهوى، انا هتحاسب لوحدي قدام اللي خلقني، ان الدوري اتوقف يوم 27 ولم يتم استكماله عشان خاطر تعليمات جت من الاهلي ان انا مش عاوز العب مباراة الاهلي وبيراميدز، وتم الاستجابة لرغبة النادي الاهلي اللي بيلعب الدوري على مزاجه وبيوقف الدوري على مزاجه وبيعمل كل حاجة في الكرة المصرية على مزاجه، ومفيش مسؤول يقدر يقول للاهلي تلت التلاتة كام. ده كان التصريح بتاع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.